في البداية برنامج حقك مع المشاكس بيتقدم بتوضيح واعتذار عن الفقرة الخاصة بموضوع ختان الإناث، حيث أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث. الاعتذار هنا يا جماعة واجب بشأن ما ورد في مضمون الفقرة من البرنامج السابق، إذا كانت هناك أي جهة أو مؤسسة بترى أن المحتوى تجاوز عن طريق الخطأ بعرض وجهة نظر خالفت القانون وتسببت في أي ضرر. وعايزين كمان نوضح أن تعاملنا مع هذا الملف جه انطلاقا من شعورنا بمخاطر استمرار هذه الجريمة وانتشارها في بلدنا الحبيبة المصرية. بطبيعة الحال نؤكد تقديرنا التام للجهود اللي بيبذلها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لمكافحة جريمة ختان الإناث ونشر الوعي بشأن مخاطرها في مختلف ربوع مصر.